في أمستردام الليلة الماضية، بينما تظهر لقطات أخرى شخصاً يقال له أن يقول فلسطين حرة، ولقطة أخرى يجر فيها شخص رجلاً بدأ من مشجعي مكابي تل أبيب. في أمستردام شلة قوية جدا، ما حد اصلا يتجرأ او عنده شجاعة انه يتقرب لهم ليسوي مشاكل معهم، حتى البلدية نفسها والضرائب نفسها اذا بيسوي شيء على اصحاب التكاسي حق أمستردام يقعدوا يعني قصة لحالها. فلما اعتدوا على صاحب التكاسي، اصحاب التكاسي كلهم تجمعوا واللي اغلبهم طبعا مغاربة، المغاربة هو لوحده ضد 4 اسرائيليين وهم خايفين وهاربين منهم متخبيين في مبنى ويصورهم من الشباك ويقول لهم تعالوا تعالوا لخرجوا، هو لوحده وهم منهم 4. المغربية مسكوهم فرموهم فرموهم. بعد الماتش ما خلص، جماهير اياكس بروح المواطن العربي وبعقلية وقلب المشجع المغربي اثبتوا ان ديما مغرب مش جاية من فراغ، وقرروا ان هم يستفردوا بالمشجعين بتوع الفريق الكيان اللي ما يتسماش ويعلموهم الرباية بعد المباراة، علموهم الرباية بعد المباراة بطرق كتيرة الحقيقة. يعني العالم كله نايض فيه الروينة بسبب ما فعله المغاربة. المغاربة في أمستردام كينتعاقموا لسكان غزة. فار والله يديمك اليهود. ليه؟ لأن في المباراة ما بين أياكس والفرقة اللي من الكيان اللي ما يتسماش، جماهير الكيان اللي ما يتسماش كانت فاكرة نفسها إن هي قاعدة هناك في الكيان اللي ما يتسماش، وبدأوا يهتفوا والمباراة شغالة، الموطن العرب، وبدأوا يهتفوا ضد إخواتنا في فلسطين وضد غزة وضد كل حاجة تخص العرب والمسلمين. فالحقيقة جماهير أياكس اللي هم أساسا مغاربة قالوا بقول لك إيه يالا، عارف أمها عندها. والقصة بدأت مع المشجعين الصهاينة اللي دخلوا لواحد الحي مغربي وحاولوا أنهم ينتزعوا الترابوات تاع فلسطين، ولكن المغاربة كانوا لهم بالمرصاد، ولأنهم يشكلون الأغلبية تاع السكان تاع ذاك الحي وتاع أمستردام بصفة عامة، غادي يطاردوا هذوك المشجعين الإسرائيليين ويعطيهم واحد السلخة. هاد السلخة هذه غادي تحدث عليها جميع وسائل الإعلام العربية والدولية، بل حتى بنيامين نتنياهو غادي يتحدث عليها، وتحدثوا عليها كذلك مجموعة من المؤثرين العالميين وكذلك العرب. هؤلاء العرب الذين جمعت لكم في هذا الفيديو بعض المقاطع مما قالوه عن هذه الملحمة. جميع التعليق تشيد بالمغاربة من جميع الدول العربية، التعليق هم يشيدون بالمغاربة الرجال أحفاد طارق ابن زياد. مشاهدة ممتعة. قبل ساعات من الآن في هولندا في أمستردام، إيه القصة والحكاية؟ الحكاية إن كان في مباراة كرة قدم لنادي من أندية دولة الاحتلال، جمهور هذا النادي خربوا في شوارع أمستردام يهتفوا هتافات معادية للعرب ويطالبوا فيها رئيس وزرائهم النتن بإبادة العرب. يعني مباراة كرة قدم في أمستردام الجمهور بيطالب النتن بإبادة العرب. بعد المباراة خرجت الجماهير وخرجوا إسرائيليين، وكان في أعلام فلسطينية معلقة على بعض المحلات، عرض بعض المحلات والعماير. فتسلقوا بعض الشباب الإسرائيليين، هذا حسب رواية ناشطين عرب. جماهير الكيان اللي ما يتسماش كانت فاكرة نفسها ان هي قاعدة هناك في الكيان اللي ما يتسماش، وبدأ يهتفوا والمباراة شغالة، الموطن العرب، وبدأوا يهتفوا ضد اخواتنا في فلسطين وضد غزة وضد كل حاجة تخص العرب والمسلمين. فالحقيقة جماهير اياكس اللي هم اساسا مغاربة قالوا بقول لك ايه يالا، عارف امها عندها. بعد الماتش ما خلص، جماهير اياكس بروح المواطن العربي وبعقلية وقلب المشجع المغربي اثبتوا ان ديما مغرب مش جاية من فراغ، وقرروا ان هم يستفردوا بالمشجعين بتوع الفريق الكيان اللي ما يتسماش ويعلموهم الرباية بعد المباراة، علموهم الرباية بعد المباراة بطرق كتيرة الحقيقة. يعني منهم اللي جابها بالطبطبة، منهم اللي جابها بالهدوء، منهم اللي خد واحد غطسه في المايه وقال له والله ما مطلعك غير لما تقول الحرية لفلسطيني. يلا انه قبل ما الماتش يبتدي طلبوا انه يقفوا دقيقة حداد، طلبوا انه يقفوا دقيقة حداد على ارواح الناس اللي راحت في فالنسيا في اسبانيا في الفيضانات، يعني مش في غزة خالص. طلبوا دقيقة حداد الناس تقف وتلتزم الصمت، الجماهير، عشان دقيقة حداد على الناس اللي ماتوا في فالنسيا في الفيضانات في اسبانيا.
الأمور مشتعلة جدا في مدينة أمستردام من قبل أمس الليل. سحل وضرب ومطاردة وملاحقة ونزع أعلام فلسطينية من النوافذ على البيوت في شوارع أمستردام، وحالة فوضى عارمة وفيديوهات في كل مكان، وأمستردام طالعة ترند بكل العالم. ونتنياهو بكله، نتنياهو يتصل لرئيس الوزراء الهولندي طالبه بحماية المواطنين الإسرائيليين اللي موجودين في أمستردام. وزارة الخارجية الإسرائيلية تعلن إنها بترسل طائرة إنقاذ لإنقاذ المواطنين اللي موجودين في هولندا، والجيش الإسرائيلي أعلن إنه يمنع أي منتسب له إنه يسافر إلى هولندا بالوقت الحالي. وموجة جديدة من الدراما الصهيونية والبروباجندا تبعهم، انه 7 اكتوبر جديد ومذابح ومجازر لليهود في امستردام وصور جديدة وتصميمات جديدة. خلت الناس المسلمين وخاصة المغاربة بقوا بيردوا الاعتداء، يعني هو على سبيل رد الاعتداء، واجبروا هذا الشخص اللي اسقط العلم ومزقه انه يقول تحيا فلسطين، وخوفا طبعا منهم ومن اللي عملوه معاه. This for the children, for the children. I'll give you my money. I'll give you, please, please. For the children. I'll give you my money. Free Palestine now. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. هجمات على من يبدو أنهم مشجعون إسرائيليون في أمستردام الليلة الماضية، وفي إحداها يضرب رجل يخفي وجهه آخر بدا من المشجعين الإسرائيليين، بينما تظهر لقطات أخرى شخصا يقال له أن يقول فلسطين حرة، ولقطة أخرى يجر فيها شخص رجلا بدا من مشجعي مكابي تل أبيب بينما يقول له هذه غزة ويشتمه، ومقطع آخر لما بدا كمشجع إسرائيلي يصرخ بينما يضربه أحد الأشخاص. اعتدوا على سائقين التاكسي، معروف سواقين التكاسي في أمستردام أغلبهم مغاربة أتراك ومن هذه الأصول، فاعتدوا على أحد سائقين التاكسي وصوروا بالداش كام حق التاكسي، الفيديو انتشر وكان معهم سلاسل وحدائد عصا حديدية واعتدى على التاكسي. هنا صعب التكاسي مجتمع في أمستردام شلة قوية جدا، ما حد أصلا يتقرأ أو عنده شجاعة أنه يتقرب لهم ليسوي مشاكل معهم، حتى البلدية نفسها والضرائب نفسها إذا بيسوي شيء على أصحاب التكاسي حق أمستردام يقعدوا يعني قصة لحالها. لما اعتدوا على صاحب التاكسي هذا، صاحب التاكسي كلهم تجمعوا واللي أغلبهم طبعا مغاربة. لكن قبل ما أكمل القصة هنا لابد أن نستوقف عن نقطة المغاربة في هولندا. من هم المغاربة في هولندا؟ المغاربة في هولندا هم أمازيغ ريفيين، أغلبهم من شمال المغرب اللي هي من مدينة الحسيمة والناظور، تحياتنا لهم، واللي سكنوا في هولندا من 60s و 50s و 70s القرن الماضي، ولهم دور كبير جدا وساهموا في بناء وإعادة إعمار هولندا بعد الحرب العالمية الثانية. فلهم سنوات كثيرة مستقرين هنا، والآن صار الجيل الثاني والجيل الثالث هنا في هولندا، مواليد هولندا وحياتهم كلها في هولندا، يروحوا المغرب في العطل أو كذا. ومنهم نماذج كبيرة جدا وصلوا إلى أماكن عليا في الدولة ونماذج رائعة. أحمد أبو طالب كان عمدة مدينة روتردام ل 16 سنة، لسه استقال هذه السنة. عمدة مدينة أرنم الحالي أحمد مركوش له 6 سنوات وما زال عمدة في مدينة أرنم في هولندا. فلما صارت الفوضى من مشجعين نادي مكابي تل أبيب، هم مفكرين إنه كل بلد بالعالم بيروحوا فيه إنهم أسياد العالم، ما أحد يتقرى يمسكهم، ما أحد يتقرى يقول لهم لا أنتوا إيش قاعدين تسووا. فلما صار اللي صار، نزعوا الإعلام واعتدوا على التاكسي، تجمعوا لهم الشباب، لاحقوهم، طردوهم، أخذوا جواز واحد منهم وطلع منه بعدين من منتسبي الجيش الإسرائيلي، طلعوا صورته بالفيسبوك بحسابه. كانوا يهربوا منهم إلى وسط القنوات المائية، معروفة أمستردام بالقنوات المائية، فقفزوا إلى القنوات المائية وما يلاحقهم. حتى في فيديو انتشر بكثرة إنه المغربي والشاب اللي في أمستردام يقول له قول فري فلسطين وأنا أتركك، فقال له فري فلسطين وتركه هو في القناة المائية قاعد يسبح. ولاحقوهم لين بعدين وصلوا إلى مكان اسمه هولاند كازينو، واحد من الكازينوات الكبيرة اللي موجودة في أمستردام، وهنا جاءت الشرطة وأخذتهم وحمتهم. خلاص تقول الأمور هنا انتهت، اوكي هم نزعوا الاعلام اعتدوا على التكاسي وهم ردوا لاحقوهم وضربوهم سحلوهم قفزوهم القنوات المائيه ولاحقوهم، اوكي انتهت القصه هنا. لا يا حبيبي طبعا القصه ما انتهت، لسه في دراما كبيره جدا. الماتش خلص وخسروا تقريبا 5-0، يعني اساسا طالعين خسرانين. الجانب اللي هو الاسرائيلي الاول ماشي في الشوارع بتاعه امستردام اعمال شغب بقى، وماشيين كلهم يهتفوا الموت للعرب الموت للعرب، وقعدوا يستفزوا في الناس. طيب مين هناك وحاضر الماتش؟ الجاليات كمان العربية، ولكن أكثرهم الجاليات المغربية اللي كان ليها موقف كبير جدا. لما شافوا أعمال الشغب دي وعمالين بيهتفوا ضد العرب وعمالين الموت للعرب وكذا وكذا، وفي أساسا حقد وغل وكره من الاحداث بتاعت غزه. اليوم الثاني اللي هو يوم المباراه بكروا اليوم الصباح، ما تعلموش الدرس، نفس الشيء راحوا ينزعوا الاعلام الفلسطينيه من البيوت ويشططوها. انت يعني ايش الغباء اللي انت جاي مدينه ومعك تشجع نادي كره قدم تبعك، اوكي برغم انه اكيد هذا كلها مهزله، ولا المفروض انديه اسرائيل واسرائيل كلها ما عندها اي مشاركه في اي بطوله دوليه ولا انديه ولا اي شيء، لكن بغض النظر
ليش جاي تنزع الاعلام من البيوت؟ ايش دخلك؟ فاثناء دقيقه الصمت في ملعب يوهان كرويف ارينا في امستردام، الجماهير الاسرائيليه هذو ما سكتوش، ما وقفوش دقيقه الصمت، وانما كانوا يصفقوا ويصفروا ويغنوا، لدرجه كمان اطلقوا العاب ناريه اللي ممنوع اطلاقها بالملاعب. وهذا طبعا كنايه باسبانيا انها واقفه مع القضيه الفلسطينيه، الحكومه الاسبانيه واعترفت بفلسطين وتمنع اكثر من مره مرور سفن اسرائيليه تحمل الاسلحه الى اسرائيل. مش كذا وبس، اذا مفكر الليله انتهت والدراما انتهت، لا مش كذا. خروجهم من الملعب ودخولهم الى الملعب، هم في محطات المترو كانوا ينشدوا ويغنوا هتافات يقولوا بالنص انه الموت للعرب، دعوا الاي دي اف الجيش الاسرائيلي يفوز من اجل ان ينهي العرب. كلمه ينهي هذه كلمه مؤدبه، وما استخدموا كلمه ابشع وبذيئه من كذا بكثير. كمان خرجوا للشوارع وعادوا الى مركز المدينه في امستردام ونفس الاسلوب، يلاحقوا الاعلام الفلسطينيه الموجوده بالنوافذ ويقوموا باحداث شغب ومعاهم سلاسل وعصا حديديه. لكن حصل اللي كان متوقع، وهذه المره الشباب المغاربه كانوا اكثر استعدادا وكانوا لهم بالمرصاد وكانوا اكثر عددا بكثير، فسحلوهم سحل وضربوهم ضرب اكثر من اليوم الاول، يعني لاحقوهم بكل مكان، لدرجه انه في فيديو يعني يمسكوه الاسرائيلي يقول له خذ فلوسي خذ فلوسي، يقول له انا ما ابغى فلوسك، هذا من اجل الاطفال في غزه، بيديه بوكس في وجهه. وشالوا الجوازات تبعهم، كشفوا ضباط موساد اسرائيليين كانوا موجودين، لاحقوهم بكل مكان. الشرطه الهولنديه تدخلت باعداد كبيره جدا من اجل حمايتهم، لدرجه انه اخذوا هذول الاسرائيليين بالباصات الكبيره تبع البلديه وكمان بسيارات الشرطه، يعني سيارات الشرطه كانت حرفيا تكاسي الاسرائيليين ينقلوهم الى الفنادق تبعهم. وهذا الفيديو اللي يهربوا يدخلوا في فندق الماريوت. وفي فيديو كمان لفت نظري انه واحد من المغاربه هو لوحده ضد اربعه اسرائيليين وهم خايفين وهاربين منه ومتخبيين في مبنى، ويصورهم من الشباك يقول لهم تعالوا تعالوا لخرجوا، هو لوحده وهم منهم اربعه. المغربيه مسكوهم فرموهم فرموهم، منهم اترمى في النيل هناك واترمى في النيل، وايه وقال له مش هتطلع غير لما تقول فري بالستاين، الحريه لفلسطين، فري تقول فري بالستاين الاول. ماسكين واحد كانوا بيضربوه اسرائيلي بيقول له قول فري بالستاين، يقول له طب انت لو عايز فلوسي خدها، خد فلوسي وسيبني. هو عنده القضيه قضيه، انت فاكر القضيه قضيه فلوس؟ هو ماسكك بيضربك عشان فلوس، وماسكك بيضربك عشان ده ايه الادب؟ هناك روايات متضاربه، من الذي اشعل شراره احداث الشغب؟ مساء الخير جميعا. اعتقد ان الاحتقان القائم اليوم في الشرق الاوسط ان كان في غزه او في جنوب لبنان كانه انعكس بشكل مباشر على الاحداث في امستردام بالامس. بدايه هناك تظاهرات واعتصامات في غالبيه المدن الهولنديه جذرها المطالبه بوقف الحرب في الشرق الاوسط، لكن هولا قال انه كان من الصعب للغايه على الشرطه منع هذا النوع من العنف على الرغم من تواجد رجال الشرطة هناك بأعداد كبيرة. وأضاف قائد شرطة أمستردام أن الضباط قرروا تجميع أنصار مكابي وحمايتهم ونقلهم إلى الفنادق في الحافلات. من ليلة الأمس إلى حد الآن ولا زالت الاشتباكات مستمرة، لم تستطع السلطات الهولندية والأمن الهولندي أن يضبطوا الأمن أو يفضوا هذه الاشتباكات إلى حد الآن نهائياً. إسرائيل قائمة هالقيامة فيها، نتنياهو بيجري اتصالات بوزير الخارجية، نتنياهو أمر فورا بإرسال طائرتين إنقاذ لإنقاذ المصابين الإسرائيليين في هولندا. هنا بدأت الدراما السياسية، دراما من على طراز. نتنياهو يكتب ويتصل لرئيس الوزراء الهولندي الجديد ويطالبه أنه ينقذ أو يحمي المواطنين الإسرائيليين، هو بنفس الوقت يكتب تغريدة ويستنكر هذا الأمر. وبدأت الكلمة المعروفة المشهورة أنه معاداة السامية، تجاهلوا كل اللي قاموا فيه على مدى يومين، من نزل علم الفلسطيني من البيوت، من الاعتداء على التكاسي، كله مصور موجود بالدليل. لكن ركزوا على الأحداث الأخيرة لما قاموا لهم رجال الله وجابوا لهم اللي يستحقوه، ركزوا عليهم وقال لك إيش معاداة السامية. هذا الفيديو يظهر أحد مشجعي فريق مكابي وهو يكافح من أجل الخروج من قناة مائية، بينما يبدو أن مجموعة من الرجال تجبره على ترديد شعارات مؤيدة للفلسطينيين. وفي ردود الفعل ندد مسؤولون هولنديون وإسرائيليون ودوليون بالهجمات التي وصفت بالمعادية للسامية. وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جير كيمي لورانس في مؤتمر صحفي إن الأمم المتحدة قلقة إزاء الاشتباكات، داعيا إلى ضرورة عدم تعريض أحد للتمييز أو العنف على أساس أصله القومي أو الديني أو العرقي أو أي أساس آخر. وعلى خلفية الأحداث المشتعلة في أمستردام، بيان أول صدر عن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو أعلن فيه إرسال طائرتين لإجلاء الإسرائيليين وسط مطالبة الحكومة الهولندية وقوات الأمن هناك بالتحرك بحزم ضد مثير الشغب وفق تعبيره. الموضوع مرة أخرى أنه يتحول إلى البروباغندا الصهيونية،
الهزبرة الصهيونية، إنه مرة ثانية دراما ويستخدموا كلمة مذبحة في أمستردام وملاحقة اليهود في أمستردام. بدأت الحسابات تشتغل تبعهم بهذه الطريقة، وبدأوا يألفوا فيديوهات ويجيبوها قديمة إنه هذا اعتداء على اليهود في أمستردام. وبتبدأ الآن نفس ما قالوا إنه في أحداث غزة و7 أكتوبر 40 طفل ذبحوا من رؤوسهم، حرقوا أطفال في الأفران، مدري إيش. الآن المبالغة بنفس الشيء. امرأة صهيونية بامتياز جدا برغم أنها جاءت إلى هولندا كلاجئة، وكانت وزيرة الدفاع في الحكومة السابقة، والآن هي رئيسة لأحد أهم وأكبر الأحزاب الهولندية، والحزب تبعها هذا هو شريك في الائتلاف الحكومي الحالي. هي علقت على الموضوع، كتبت تغريدة قالت إنه مشاهد غير مقبولة وغير معقولة من الهجوم على اليهود في هولندا والإسرائيليين، إنه هذا حثالة وهذه كراهية يهود خالصة، ومعدتي معدتي تلوي أو معدتي توجعني وتمرضني من هذه المشاهد. معدتها ما وجعتهاش على الأطفال في غزة، لكن على هذا صهيونية بامتياز. الجزائريين أيضا تضامنوا معهم، والمصريين قطاع كبير جدا من الأتراك أيضا تضامنوا مع المغاربة أمام هذه الهمجية والاعتداء والتحريض الواضح في شوارع أمستردام ضد العرب والمسلمين.